بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير، وإن شاء الله يكون يوم سعيد ويوم جميل في هذه الأيام الجميلة، في الأيام العشر الأواخر من رمضان إن شاء الله. الله يعود عليكم إن شاء الله سنين بإذن الله، وإن شاء الله الله يتقبل منكم الصيام والقيام بإذن الله. الله يبلغنا كلنا إن شاء الله ليلة القدر، فهذه أفضل الأيام عند الله إن شاء الله نحن نقتنمها، وإن شاء الله نحن ما نقصر فيها بإذن الله، ونتقرب إلى الرحمن أكثر وأكثر. صباح الخير يا حنين، ويومك سعيد بإذن الله. صباح النور والسرور أختي مشاعل، ونصبح على السادة المشاهدين وين ما كانوا يتابعونا في يوم جديد وحلقة جديدة. نقدر نقول فعلا أختي مشاعل بدأ رمضان يعد أيامه الأخيرة اللي مرت سريعا في خضم الطاعات والعبادات والمشاغل الأخرى اللي تعترض حياة الإنسان. طبعا يتنافس الناس على رمضان على الخيرات والتزود من الطاعات، فيه الأجور وترفع الدرجات، لكن أيامه سرعان ما تمر سريعا، فطبعا يغتنمها الأذكياء في البحث عن سبل عمل الخير للاستزادة من الأجور والحسنات. فدائما تذكر أيها الصائم وأنت تودع شهرك بسرعة مرور الأيام وانقضاء الأعوام، فإن في مرورها وسرعتها عبرة للمعتبرين وعظة. وتذكر دائما أن العبرة بالخواتيم، فاجعل ختام شهرك يكون استغفار وتوبة، فإن الاستغفار ختام الأعمال الصالحة. اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام واحسن لنا الختام. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وعده علينا أعواما عديدة، واجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعلنا فيه من عتاقك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين. فيعني إن شاء الله يا رب يكون هذا الشهر شهر تغيير للأفضل من مجموعة من الأمور، وكثير من النقاط اللي إحنا نقدر نطور فيها من أنفسنا ونغير فيها من أنفسنا. نحاول كثر ما نقدر نخلي هناك عادات ثابتة، الحرص على إنه يكون طبعا هناك صدقات بشكل دائم مستمر، نفس ما نشوف يعني جهود الدولة، جهود الجمعيات الخيرية اللي موجودة عندنا، جهود الأفراد بحد ذاتهم. نلاحظ يعني هناك مبادرات كثيرة إنسانية، مبادرات كثيرة مهمة في إن التشجيع على عمل الخير وعلى استغلال هذا الشهر في تهذيب أنفسنا وتهذيب أبنائنا كذلك. دائما ما شاء الله حنين تكون مقدمتك حلوة، يعني حسينا شوي بالحزن فعلا، لأن احنا راح نفارق رمضان. الله يعود علينا إن شاء الله بإذن الله أعوام وأعوام، الله يتقبل إن شاء الله صيامنا وقيامنا ودعائنا ودعواتنا. ولا تنسوا أن من صالح دعواتكم فإحنا في أفضل أشهر السنة عند الله، وفي أفضل الأيام عند الله، والجد والاجتهاد هذه الأيام مطالب به. ودائما يقولون شيوخ الدين دائما حاول أنك تنوع في عباداتك، اقرأ القرآن إذا تعبت، حاول أنك تصلي تعبت، حاول أنك تستغفر، فدائما نوعوا في العبادات، وبإذن الله الله يتقبل منكم إن شاء الله، والله يرحم أمواتنا بإذن الله إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل إن شاء الله كلنا عتقاء من النار.
احنا عندنا اعزائي المشاهدين هذا التقرير، وان شاء الله راح نرجع نستقبل اول ضيوفنا تقريرنا حول مركز النور بوجود سعادة وزير التنمية والأسرة. نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. بصيرتهم نور وبيدينهم هدى، صغار بالعمر لكن كبار بالأثر. إحنا الحين موجودين في مركز النور للمكفوفين، بنعيشكم معنا أجواء رمضان بمبادرة نسعد بسعادتهم، خلكم معنا. سعدنا اليوم بحضور سعادتها السيدة مريم بنت علي المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة. لو نتكلم شوي عن أهداف هالمبادرة الجميلة، شنو ممكن تعني حق عبد العزيز؟ تسعى هذه المبادرة إلى إحياء أجواء رمضانية مميزة لفئة ذوي الإعاقة، سواء في مركز الشفلح ذوي الإعاقة أو مركز النور للمكفوفين. أبرز التبرعات اللي وصلتكم وتكلمتوا عنها في المبادرة، لو تتكلم عنها شوي. أولاً التبرعات هي جزء من التقييم في تحدي المبادرات في قطر الخيرية. من ضمن التحدي هذا أنك أنت تسوي أو تنشأ رابط المشروعين أو أكثر، وأنك أنت تخلص المشاريع هذه أو تقفلها بأسرع وقت ممكن وعندك مدة معينة. الرابط الأول كان توفير سماعة إذن للأطفال في دولة مالي، والرابط الثاني كان يخص توفير تابلت برايل للمكفوفين في دولة الصومال. نسعد بسعادتهم مبادرة جميلة أكيد، لو نتكلم شوي عن أهدافها. مبادرة نسعد بسعادتهم تم تأسيسها من قبل نادي وعي للتربية خاصة وهو نادي طلابي في جامعة قطر، نهدف إلى إحياء الأجواء الرمضانية في المراكز التابعة لمؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، وابتدأنا في الأسبوع الأول مع مركز الشفلح، واليوم جينا في مركز النور نهدف إلى زرع القيم الدينية في المنتسبين النور. فتكلمنا عن الصلاة والزكاة وشون عن أهمية الصلاة، بعدها انتقلنا إلى تلاوة القرآن الكريم، ثم انتقلنا إلى إعداد وجبات إفطار الصائم عن طريق المنتسبين أنفسهم. النصيحة حق الناس عشان تبادر نفس المبادرات. نحب نشكر دولة قطر اللي ساهمت وسهلت لإنشاء هذه المبادرات، وتحديداً مثلاً قطر خيرية اللي احتضنت مبادرة نسعد بسعادتهم، وكذلك نشكر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على دعمهم المتواصل لنا والإحياء أو لإنشاء هذه المبادرات. وأنصح شباب المجتمع القطري على المشاركة في المبادرات التطوعية اللي تسهم في تطوير من قدرات الفرد. وصلنا معكم نهاية فقرتنا لهذا اليوم، نسعد بسعادتهم عنوان جميل ومبادرة أجمل، انتظرونا بحلقات أخرى. كل الشكر للزميلة عبير، أكيد يعطيها العافية على هذا التقرير المميز، ولكل من تواجد في هذا التقرير. يعني خلال هاليومين احنا قاعد نتكلم عن مواضيع يمكن مهمة جدا، مرض التوحد، اضطراب التوحد. في كل شهر هناك حملات الدولة تقوم فيها والعالم يقوم فيها، واجبنا أكيد كإعلام يتم تسليط الضوء عليها، وإيمانا منا بأهمية نشر التوعية تحديدا باضطراب التوحد مستمرين معاكم كذلك اليوم في تغطية جهود المؤسسات التعليمية والاجتماعية داخل دولة قطر مع هذه الفئة من المجتمع. اليوم في حلقتنا راح نسلط الضوء على جهود المؤسسات الصحية والتعليمية في دولة قطر، دورها في تطوير وتدريب العاملين في القطاع الصحي وكذلك الأهالي،
والتوعية واستخدام التكنولوجيا. فراح يكون معنا في الاستديو الأستاذ سعد محمد الغانم نائب رئيس الجمعية القطرية للتوحد. راح نبلش حلقتنا واليوم راح نتحدث بشكل أكبر وبتفاصيل أكيد أكثر عن هذا الموضوع. فحياك الله معنا أستاذ سعد وسعيدين بوجودك. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا بك أستاذ سعد، مشرفنا في الاستديو، وأكيد بإذن الله راح نتعرف أكثر وأكثر عن الجمعية القطرية للتوحد من خلال أهم برامجها اللي قدمت في هذه الفترة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكركم على هذه الاستضافة بمناسبة اليوم العالمي للتوحد. الجمعية يعني يهمها بالدرجة الأولى تأهيل الأسرة، لأن هي الأسرة هي الحاضن الأساسي للأطفال التوحد، وبالتالي متى ما تفهمت الأسرة دورها الحقيقي في تدريب وتأهيل طفل التوحد سهل علينا وعلى الأسرة أيضا أن الطفل هذا يتحسن إن شاء الله تعالى بإذن الله. طيب أستاذ سعد، لو إحنا نبلش فعلا الأسرة هي لها الدور الأول والدور الرئيسي والدور الأكبر، شلون يتم اكتشاف ان هذا الطفل مصاب باضطراب التوحد؟ ممكن في كثير من العوائل للاسف، لكن مع وجود التوعيه ووجود الثقافه صار هناك وعي في هذا الموضوع اكثر، شلون يكتشفون ان هذا الطفل مصاب بالتوحد؟ طبعا هناك درجات اكيد للتوحد، ولكن احنا لو نبلش من عمر صغير، من اي عمر تحديدا باستطاعتهم انهم يكتشفون؟ طبعا اكتشاف التوحد ما يقوم به الا ناس متخصصين يعني، ولكن هل هناك اعراض مثلا معينه؟ الاعراض هي طبعا التوحد درجات يعني، هناك يعني هناك فيه مثلا ما يتكلم، وفي هناك عنده نطق، وفي هناك التواصل الاجتماعي، فبالتالي اللي يحدد نوع التوحد ودرجه التوحد هي المراكز المعتمده من الدوله اللي تحدد نوع هذا التوحد. نعم، ولكن كجمعية أنتم تستقبلون من أي عمر لأي عمر؟ إحنا كجمعية نستقبل الأطفال من 4 سنوات وطالع. ممتاز. لعمر؟ لعمر 40 يعني سنة. نعم. يكون؟ نعم. ممتاز. طيب أستاذ سعد، يعني طبعا مهم دور الجمعية القطرية للتوحد أن هي تتبنى أو أن هي تثقف الأهالي في تقبل هذه النوعية من مرض التوحد. مش كل الأهالي ممكن يتقبلون هالشيء أستاذ سعد، فشلون أنتم دوركم تقومون بهذا الجهد الجبار؟ أكيد ما في شك أختي الكريمة يعني أن هناك تكون هناك في هناك صدمة بالنسبة للأسرة. نعم. أن ولدهم لأن الطفل التوحد يولد طبيعي مثل أي. نعم. أي ولد آخر. وبالتالي لما تحدث عنده التغييرات مثل لما يصير عمره مثلا 2.5 او 3 سنوات تبدا عليه اعراض التوحد، لعدم ان مثلا ما ينتبه او تكلمه ما يسمع او من هذا الكلام، فهنا تبدا الاسره في قلق. وقلق يعني انا ما الومهم طبعا على هذا القلق، لكن هنا يجي الدور التوعوي بالنسبه لنا، فتتدخل المراكز المعنيه في الدوله مثل الشفلح، وزاره التربيه والتعليم، بتشخيص هذا الطفل ونوع التوحد اللي فيه والدرجه اللي فيه والمسار، ويتم تحديد مسار التعليم له ايضا في. نعم. والعلاج له. طب استاذ سعد، بعد اكتشاف هذه الحاله ما هي اليه الانتساب مثلا للجمعيه؟ بالاضافه لو نتكلم عن مدى اهميه انه يكون هناك تدخل مبكر واكتشاف الحالة مبكراً. طبعاً كل ما كان هناك تدخل مبكر كل ما استفاد الطالب أكثر وأكثر. نعم. لأن كل ما تأخرنا يعني النتائج راح تتأخر، إذا كانت الاكتشاف مبكر بالعكس إحنا استفدنا والأسرة استفادت ولد أيضا. ممتاز. وما هي آلية الانتساب معاكم في الجمعية؟ في طبعاً اللي عندنا خط ساخن ننشره دائماً على مواقعنا. نعم. الأسر تتواصل معنا، بعضهم بالتليفون بعضهم بالحضور، على أساس عندنا طبعا أطباء متطوعين يشاركونا صراحة يعني هموم هذه الأسر وفي توجيههم وتعليمهم. نعم. ومن المهم كذلك تزويدكم بالتقرير الطبي كذلك، صحيح؟ نعم. صحيح. نعم. هاي من شروط آلية الانتساب. نعم. يعني تعتبر دولة قطر من الدول المتقدمة اللي
صار في دمج بين الأمراض، أمراض التوحد، وبين الناس العادية، سواء كان في المدارس أو في المؤسسات الحكومية أو في يعني في الوزارات. إحنا أكيد نشوف النوعية من هذه الفئة. ف يعني التعاون اللي صار بينكم وبين هذه المؤسسات أخوي سعد. طبعا ما في شك يعني أن الدولة تحث وتبين أن أهم أن 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 ذوي الإعاقة بشكل عام لهم الحق أنهم يعني يمارسون حياتهم الطبيعية. نعم. في سواء كان في 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 الأماكن في الوزارات ولا في المراكز التسوق. نعم. وغيرها من الأماكن. نعم. يعني إحنا شهدنا يمكن خلال أمس واليوم إضاءة المنشآت باللون الأزرق، وهذا شيء ما هو بغريب على دولة قطر، دائما داعمة لكافة القضايا اللي تصير في العالم، وبالإضافة إلى التوعية بكافة الأمراض اللي موجودة. بما أن ذكرنا المنشآت، وأكيد هناك مساهمة كبيرة من الوزارات الموجودة عندنا في قطر، لو نتحدث عن القطاع التعليمي والجانب التعليمي وكيفية الاهتمام بطلاب الدعم. بصراحة وزارة التربية والتعليم أنشأت طبعا في كثير من المدارس قسم الدعم في 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 معظم مدارسها، ومدارس الدعم هذه او اقسام الدعم فيها مدرسين خاصين لتدريب وتعليم الشباب واطفال التوحد، وصراحه يقومون بجهد كبير يعني يشكرون عليه في تعديل السلوك، في تهذيب السلوك، في تعليمهم. طيب جميل، يعني ما شاء الله دوركم أكيد بارز أخوي سعد. الجمعية القطرية للتوحد دائما ما شاء الله يعني تنشر الوعي والثقافة بين أفراد المجتمع. نبي نعرف إحنا مسؤوليتنا الاجتماعية كأفراد عاديين، شلون ممكن إحنا نساعدكم في نشر هذه الثقافة؟ والله يعني تقبل، أهم شيء إن إحنا نتقبل أطفال التوحد. نعم. وسارهم أيضا بشكل عام، وأن هذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى يعني. نعم. ما يقدر الإنسان ممكن أنه يعني الله سبحانه وتعالى يكرمه، يعني هذا مو بعقاب، لا بالعكس هذا كرم من الله سبحانه وتعالى. نعم. أن الله يكرمك أن عندك يكون عندك طفل من ذوي الإعاقة تعتني فيه وتهتم فيه. نعم. بالعكس هذا يكون لك شفيع عند الله سبحانه وتعالى. جميل. لو نتكلم أستاذ سعد بالإضافة على عدد المنتسبين، هل هناك أعداد كبيرة؟ هل هناك وعي كبير خلال هذه السنوات؟ شنو أبرز الأمور اللي أنتم لمستوها واللي شفتوها سواء لدى الأهالي أو حتى تفاعل الأبناء المصابين باضطراب التوحد؟ هناك الحمد لله يعني أعداد كبيرة وكل يوم في ازدياد، ولذلك أنا ما يحضرني الرقم بالنسبة للمسجلين، هناك مسجلين كثير صاحب سواء من مواطنين أو مقيمين، واحنا كذلك ايضا نتواصل معهم بخصوص برامجنا، اذا كان هناك مثلا هناك برنامج السباحه او برنامج التدريب على الخيل. تدرون ان هذه من التدريبات والمشاركات يكون لها يعني تحسن من حالات التوحد باذن الله تعالى. يعني اضطرابات التوحد اخوي سعد مع ان احنا نعاملهم معامله عاديه، ومع حضرتك اللي بينت ان نشاركهم في الرياضات المختلفه تساعد في تخفيف اضطرابات التوحد بلا شك. نعم. هناك حالات كانت شديدة أيضا، مو بس كانت خفيفة، كانت هناك شديدة، لكن نعم. بعد مشاركته في الأنشطة المختلفة من سباحة ومن غيرها من الأنشطة المختلفة. نعم. تحسنت حالته كثير والله الحمد. ممتاز. لو نتكلم أستاذ سعد عن البرامج التدريبية سواء اللي تقدمها يعني الجهات والمنشآت والمراكز، أو حتى بالنسبة لأنتم تقدمونها كجمعية بشكل دائم، يعني حتى هناك برامج تدريبية افتراضية كذلك. نعم. طبعا احنا جمعية بحكم ان احنا نتلقى الدعم، وبخصوص الدعم انا اشكر وزارة الاوقاف، هي الدعم الاساسي لنا صراحة. نعم. ومن خلال هذا الدعم نتوجه ببرامجنا للبرامج اللي نقدر نستقبل فيه اكثر عدد ممكن من الاطفال، خصوصا السباحة. الشباب الاطفال يعني خصوصا التوحد يحبون السباحة ويلجؤون لها، اذا كان مثلا ما يحب السباحة فبعضهم يحب الخيل أكثر من السباحة، وبعضهم لا والله يحب الاثنين، فكلنا على حسب ميوله.
يعني ما شاء الله والله يعني الجمعية القطرية للتوحد ما شاء الله عندكم برامج كثيرة، وأكيد المهتمين بهذه الأمور أو اللي عندهم طفل يعاني من اضطرابات التوحد، الجمعية القطرية مو مقصرة من فعاليات تشاركونهم، من أيضا هناك نشر الوعي بالنسبة للمجتمع كمجتمع ككل وليس للأهالي. أيضا هل تعتقد أخوي سعد أن الفعاليات أو الأنشطة هل هي تناسب قدراتهم كأطفال أو كبالغين عندكم؟ بلا شك أن الفعاليات والأنشطة لها دور كبير يعني في تحسن حالة الشباب التوحد. نعم. ولمسنا من يعني من خلال هذه الأنشطة تحسن حالات كثير يعني والحمد لله. حلو ما شاء الله. نعم أستاذ سعد الغانم شكرا لك وشكرا لوجودك، يعطيك العافية على الجهود المبذولة بشكل دائم وبشكل مستمر من خلال أكيد الجمعية القطرية للتوحد وكافة الجهات والمؤسسات اللي موجودة في عندنا في قطر. شكرا لكم ويعطيكم العافية. شكرا لكم. شكرا. نعم إذن مشاهدينا أكيد مستمرين معكم، نفس ما قلت لكم في بداية حلقتنا راح يكون هناك تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع وأهمية هذا الموضوع لنشر الوعي والتوعية، وأكيد يعني ما شاء الله تبارك الرحمن مع وجود الجهات والمؤسسات والشركات بالإضافة إلى وجود منصات التواصل الاجتماعي وصرنا نشوف قصص وصرنا نشوف برامج كثيرة وشفنا طرق وآلية التعامل مع أبنائنا وبناتنا المصابين باضطراب التوحد. أكيد راح نستمر معكم في برنامجنا ولكن من بعد هذا التقرير. كثيرة الرماد هي المجالس القطرية كناية عن الكرم، ومجلس خالد العمادي يجسد ذلك إذ هو من المجالس التي تعبر بحق عن الثقافة القطرية الأصيلة. هو مجلس من مجالس هل قطر التي آثر أصحابها بهذا التقليد المحافظة على الهوية الثقافية والاجتماعية القطرية، مؤكدين أن العصر الحديث لم يفقد هذه المجالس رونقها، فكرموا هل قطر في تشريع أبوابهم للقاصي والداني لم يتغير. بيبان هل القطر كلها مفتوحة ومشرعة للمحتاج للمسكين، وكذلك أيضا هي اجتماع أسري وعائلي وأصدقاء وجيران يجتمعون في هذا المكان مفتوح هذا طول الشهر الفضيل، هذا مجالس القطر كلهم مفتوحة من الشمال للجنوب. هذه المجالس تبدو في الظاهر ملتقيات لأهل الفريج والأصدقاء، لكنها في الباطن مدارس للتنشئة الاجتماعية والثقافية والأدبية، تنعكس عبرها اللحمة المجتمعية والودية بين الأفراد. ولهذه المجالس بطبيعة الحال بروتوكولات خاصة تنظم بصورة تلقائية لدى مرتاديها، كما يتعلم فيها الصغار آداب الحفاوة بالضيف وإكرامه. أنا من مواليد 1948، يعني الآن لي 75 سنة. من يوم وأنا صغير وأنا عمري يمكن 5 أو 6 سنوات، إذا ما رحت المجلس ثاني يوم في عقاب، لأن في المجلس يعلمونك الأدب، يعلمونك كيف ترحب بالضيف، وين المكان اللي لازم أنت تجلس فيه. المجالس كذلك في شيء آخر، في البروتوكول، عملية البروتوكول أو اللي يسمى اللي هو التشريفات، عندما تأتي لابن المجلس خاصة الأبناء الصغار يعرفوا وين يجلس الرجال في مقاماتهم في مكاناتهم، فتتعلم عمل البروتوكول اللي هو علم الآن قائم. كانت مجالسنا قديما يعرف الإنسان عندما يأتي الكبير يترك مكانه ويذهب إلى مكان آخر ويجلس ويسمع، حتى لو لا يدلي في الحديث يستفيد مما يطرح في هذا المجلس، فهذه مجالسنا وطبيعتها. فضلاً عن القيم الإسلامية والاجتماعية التي تجسدها المجالس، فهي إطار مناسب لمناقشة الشأن العام وبعض القضايا المستجدة في المجتمع. يعني المجالس كلها تحصلها مفتوحة في الفرجان سواء كانت وهذا من قديم الزمان يعني، فيتزورون يتواصلون مع بعضهم سوالف وهذا عن رمضان وعن مشاكل الدنيا والأحداث اللي سايرة وكل شيء، يعني يتبحثون فيها ويتعلمون من بعضهم.
إلى جانب التراث الثقافي والاجتماعي، تعلم المجالس القطرية آداب الحوار والنقاش، وينفرد المجتمع القطري بمجالسه المميزة بوصفها صرحا ثقافيا واجتماعيا يركن القطريون إليه في مختلف الأوقات، فلا يخلو أي بيت من ركنه الأساسي المتمثل في المجلس الخارجي. يا مرحبا مشاهدينا، يعتبر يوم التوعية العالمي بالتوحد الذي يصادف 2 إبريل من كل عام فرصة لنشر الوعي حول التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي التوحد، وتلتزم أكاديمية ريناد وهي جزء من التعليم ما قبل الجامعة لمؤسسة قطر، تلتزم بدمج التكنولوجيا المبتكرة داخل الفصل الدراسي مع إعطاء الأولوية لمشاركة أولياء الأمور في عملية التعليم. راح نتكلم أكثر حول هذا الموضوع. يسعدنا ويشرفنا أن احنا نستقبل ضيفتنا الأستاذة شهيناز بارودي، أخصائية نفسية في أكاديمية ريناد بمؤسسة قطر. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور يا أهلا، شكرا لكم على هذا اليوم وشكرا على الاستضافة. شكرا لك أستاذة شهيناز، سعيدين بوجودك اليوم. عندنا أسئلة كثيرة سواء نحن بنطرحها أو حتى من قبل السادة المشاهدين. دوركم وجهودكم كبيرة، يعطيكم العافية. الأكاديمية من 3 سنوات إلى 13 سنة، وكل مرة إحنا نشهد شيء جديد وشيء مميز، ولكن كونك أخصائية نفسية راح يمكن نتعمق في هذا الجانب، خاصة يمكن كثير من أولياء الأمور عندهم كثير من التساؤلات، وأكيد هناك نوع من الحزن، وأكيد هناك نوع من الفرح مع تطور الحالة ومع اكتشاف الحالة المبكر ومتابعة الحالة. ولكن نفس ما ذكرت أختي مشاعل في البداية عن أكاديمية ريناد، وياريت تحدثينا عنها وتفاصيل أكثر عن هذه الأكاديمية، دورها، جهودها وتبنيها لمصابي اضطراب التوحد. الأشخاص الأطفال ذوي التوحد، قبل بصراحة ما بلش أنا بحب نوه بس على أنه اعتماد اليوم العالمي للتوعية بالتوحد جاء بناء على اقتراح من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر إلى الأمم المتحدة في عام 2007 التي وافقت عليه، وابتداء من 2008 بدأ العالم أجمع يحتفل بهذا اليوم في 2 إبريل من كل عام، ونحن كمؤسسة قطر نحتفي بهذا اليوم في كل سنة عن طريق إضاءة المبنى الرئيسي، مبنى 2015 لمؤسسة قطر، تحت إطار حملة توعية تقوم بها أكاديمية ريناد التي هي مدرسة متخصصة لدعم الأطفال ذوي التوحد بالتعاون مع المدارس الخاصة ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسة قطر. أكاديمية ريناد هي مدرسة متخصصة لدعم الأطفال ذوي التوحد، تقدم الكثير من الخدمات التدخلية، الخدمات التربوية والخدمات الأكاديمية. لديها فريق متكامل من الأخصائيين النفسيين، الأخصائيين التخاطب والعلاج الوظيفي، ومثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي نستقبل الأطفال من عمر 3 سنوات حتى عمر لحديث هذا العام الدراسي حتى عمر 13 سنة. يعني كل التوفيق لكم ما شاء الله، من 3 سنوات وحتى 13 سنة، وكل سنة تزيدون صف. كل التوفيق لكم إن شاء الله أستاذة شهيناز. طيب بالنسبة لو بنتكلم عن الأدوات التكنولوجية اللي ممكن هي تمكن الطلاب من التعبير عن أنفسهم وكذلك مشاركة احتياجاتهم ومشاعرهم. طبعاً نحن بنعرف إنه التكنولوجيا حالياً عم تساعدنا كلياتنا، عم تخدمنا كلياتنا، إن كان في التربية بقلب المدارس، إن كان بالبيوت، إن كان بالمهن تبعيتنا بأشغالنا. نعم. فالتكنولوجيا حالياً عم يتم الكثير من الدراسات والأبحاث على التكنولوجية حتى نحن نقدر نشوف شو فينا نساعد أطفال التوحد. نعم. من خلال التكنولوجيا، بالأخص على مساعدتهم على التواصل. نحن بنعرف إنه الأولاد بيعانوا من مشاكل بالتواصل، فعم نجرب نستخدم التكنولوجيا المساعدة. نعم. اللي هي بتجرب تساعد الولد على أنه يتواصل، يعبر عن حاجياته، بالأخص للأولاد اللي عندهم صعوبة بالتعبير عن هذه الحاجيات، فنحن نستخدم التكنولوجيا المساعدة بوحدة من الخصائص اللي عم نستخدمها نحن التكنولوجيا المساعدة للتعبير عن التواصل لإيجاد
وسيلة للولد يتواصل ويعبر فيها عن حاجاته. ممتاز. أستاذة شاهيناز، لو نتكلم عن يمكن نقدر نقول كثير من أولياء الأمور، وإحنا سبق تكلمنا في بداية حلقتنا، في البعض منهم قد يشعر بالخجل، يمكن أنت مرت عليك حالات كثيرة وعالجتوا حالات كثيرة، سواء اهتمامكم بالأسرة من البداية من الأم والأب وصولاً إلى الطفل المصاب باضطراب التوحد. شلون الأم أو الأب يقدرون يكتشفون أن أنا طفلي مصاب باضطراب التوحد؟ تكلمنا قلنا أكيد هناك بعض العوامل، يا ترى ما هي هذه العوامل اللي تخليني لازم ألجأ إلى التدخل الطبي والتدخل النفسي وأشوف كل هذه المواضيع؟ طبعاً كثير مهم بصراحة أنه الاكتشاف يبدأ من البيت. الأم والأب هن أولى الأشخاص اللي هن بيشوفوا الولد وبيراقبوا الولد وبيكتشفوا خصائص أو سمات التوحد عند الطفل. أكيد هو مش شيء هين، مش شيء سهل على الأهل أنه نقول لهم أنه الطفل عم يكون عنده صفات وسمات التوحد. هذا الشيء صعب عليهم، حتى لما نحن بنقول عن أي اضطراب آخر، اضطراب في النمو أو اضطراب في اللغة، بيكون صعب. ولكن التوعية بصراحة هي كتير مهمة، بتساعد على أنه الأهل يكتشفوا المشكلة بوقت جداً مبكر. سمات ممكن تكون سمات التوحد نقدر نحن نشوفها ونكتشفها على عمر كتير مبكر. حالياً نحن بنقدر نشخص التوحد بعمر 18 شهر، يعني عن عمر السنة ونص. طب شلون السمات اللي نحن بنقدر نشوفها عند الطفل؟ هي أهم سمات. نحن بنعرف أنه في تباين بصراحة بالسمات وبالخصائص، لأنه هو بالنهاية التوحد أطياف، أطياف يعني اختلاف بالقدرات، القدرات الفكرية أم القدرات التواصل. فمن أولى السمات اللي نحن بنقدر نشوفها عند الأطفال هو عدم التواصل، عدم التواصل والتآذر البصري، عدم أحياناً الاستجابة للأصوات، عدم الاستجابة لما نشوف الولد. إذا نحن بنعرف الولد الصغار أنه هم بيسمعوا صوت بيبرموا بيلتفتوا أو بيشوفوا بيلحقوا بعيونهم، هدول هن أولى السمات اللي نحن بنشوفها عند الأطفال. أو يمكن نشوف حركات متكررة عند الولد، أو ممكن نشوف زيادة أو نقصان بالاستجابات الحسية، يعني الاستجابات للأصوات، الاستجابات للألوان، الاستجابات أحياناً لرائحة الشم. هون نحن منبلش نحس ونشوف أنه الولد عم بيعاني من صعوبة أو من اضطراب معين. ولكن أنا بدي أكون كتير علمية، مش أي سمات أو أي صفات أو أي تأخر لغوي، تأخر بالنطق معناتها نحن متوني كنت بسألك فين كتير من أمهات يخافون مثلاً يقول لك والله للحين صار عمر البيبي سنة سنتين الكلمات عددها أقل، هل ممكن الحركة يكون عددها أقل؟ هل من الممكن العامل الوراثي كذلك يؤثر؟ طبعاً اضطراب التوحد هو وراثي. نعم. عامل الوراثي يلعب دور، ولكن نحن هون بدنا ننتبه على الخصائص أو على المظاهر اللي نحن عم نشوفها على الولد. مشان هيك أهمية التدخل المبكر. ليش التدخل المبكر من قبل الأهل؟ لازم يكونوا الأهل واعيين ويعرفوا أنه هذا الولد مأخر بمرحلة من مراحل النمو، إن كانت الحكي، إن كانت يمكن المشي، إن كانت مراحل النمو الحركية. والتدخل بيكون بالبيت، مش ضروري يكون التدخل عن طريق أخصائي أو طبيب. نحن كأهل إذا كان عندنا الوعي الكافي، نحن بنقدر نتدخل عن طريق نحن تحفيز تطوير مهارات اللغة المحكية، تطوير مهارات اللغة المحكية عند الطفل. نعم. كمان عن طريق اللعب، عن طريق التدخل مع الولد، كيف أنا أتدخل مع الولد. كل هيدول القصص بحفزوا وبيساعدوني أنه أنا أعرف إذا بتتطور هيدي المهارات. نعم. عند الولد أو ما بتتطور. طيب أستاذة شهناز، حضرتك ذكرتي أن من خلال المتابعة، يعني المتابعة أن أنت تشوفون شلون حركات الطفل. طبعا كل هالأمور هاي مهمة أكيد للأم أو لولي الأمر أنه هو يتابع طفله، سواء مثل ما ذكرت أستاذة شهيناز أن شلون نحن نتابع عيالنا ونعرف إذا عندهم التوحد، فأكيد نوديهم حق الاختصاصيين. أستاذة شهيناز بارودي، أخصائية نفسية في أكاديمية ريناد بمؤسسة قطر، كل الشكر لك على هذه المعلومات القيمة اللي عطتينا إياها. شكرا. يعطيك العافية. وإذا المشاهدين أكيد مستمرين معاكم، ولكن بعد الفاصل.
لكل من انضم الى متابعتنا حياكم الله، مستمرين معاكم يعني في هذه الاجواء الجميله، قاعدين انا ومشاعل نشوف التفاصيل اللي موجوده في الحي الثقافي كتارة، كيف ما شاء الله العمران والابداع والتميز والتطورات اللي احنا قاعد نشوفها في دوله قطر، كيف الجهات والشركات والمؤسسات حريصه على المواكبه ونشوف البطولات والنشاطات والفعاليات والإيجابيات والإيجابيات اللي موجودة. فإذا مشاهدين أكيد مستمرين معاكم بما أننا ذكرنا بطولات، وفعلا هالبطولات والجمعات تعطينا طاقة إيجابية طبعاً. وتعطينا يعني نشاطات حلوة طبعاً. الواحد يقدر يبدع يتميز، بالإضافة إلى الرفقة الطيبة يا مشاعل حبيبتي. يعني الناس فعلا يعني حتى الواحد يتجه إلى دوامه يمكن يكون يصادف موقف معين، ولكن مثلا يقعد مع أشخاص معينين مثلك تبع ومثلك كذلك يعطيهم بعض الكلمات الإيجابية، الرسائل الحلوة، الواحد دائما الصحبة والأشخاص الموجودين معه يأثرون ترى على نفسيته، فدائما اختاروا الشخص الصحيح والشخص المناسب والأصدقاء اللي ياخذوكم ويرفعونكم ويغيروكم للأفضل وللأحسن. بما احنا تكلمنا عن هذا الجانب والبطولات والمشاركات، خلال شهر رمضان شهدنا الكثير من البطولات، العديد من البطولات الرمضانية اللي تنطلق طبعا كل عام مع بداية الشهر الفضيل، لكن البطولة اللي ينظمها مركز شباب رزان لها ما يميزها عن باقي البطولات والمسابقات الرياضية الرمضانية. رح نتعرف أكثر على البطولة اللي نظمها شباب رمضان والمشاركين فيها وشنو كان يميزها وشنو النتائج اللي حصلت، لأن أكيد إيه انتهت هذه البطولة، ولكن يسعدنا أن احنا تحدثنا في البداية عن انطلاقها ويسعدنا أن نتحدث اليوم عن ختامها والنتائج اللي شفناها واللي راح نذكرها في حلقتنا لهذا اليوم. يسعدنا معانا يكون السيد علي محمد العياشي مدير عام مركز شباب رزان، حياك الله معانا وسعيدين في وجودك. اهلا وسهلا بكم، مبارك عليكم ما تقدم الشهر. مبارك عليك الشهر. استاذ علي، بطولة برزان الرمضانية، احنا كنا ندردش قبل الهوى عن بطولة برزان الرمضانية، فلو تقول لنا اكثر واكثر عن هذه البطولة اللي كانت تحت عنوان دوري القدم قيادة وقيم، تفضل. في البداية لابد ان نوضح للسادة المشاهدين ان البرامج التي تقوم بها المراكز الشبابية هي مرتبطة جل الارتباط برؤية وزارة الرياضة والشباب، وهي شباب واعي ومسؤول ذو حس وطني ومجتمع ممارس الرياضة، كما أن هذه البرامج تكون بارتباط وثيق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الرياضة وكذلك بمحاور سياسة قطر الوطنية للشباب وبالتالي رؤية المركز. في خضم هذه الأسس يأتي التفكير وفي إنجاز البرامج انطلاقا من رؤية مركز شباب برزان، وهو إنجاز قيمي ثقافي بريادة الإبداع والإمتاع، وشعارنا في مركز شباب برزان هو إبداع وإمتاع. الإبداع هو خلق تظاهرات وخلق برامج جديدة متنوعة، والإمتاع هو الإقبال على هذه البرامج بكل شغف. ومن ضمن القيم التي أسسها أو حرص على تنفيذها سعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الثاني رئيس مركز شباب برزان هو 4 قيم، وهي الإبداع والإمتاع، الاحترافية، الفريق الواحد. ومن ضمن هذه كله جاءت فكرة بطولة رمضان، بطولة الدوري القدم قيادة وقيم، أردنا أن تكون مغايرة على وتفكيرها أو فكرتها تكون خارج الصندوق. هي فكرة تجمع بين العديد من المجالات الرياضية الثقافية والترفيهية والقيمية والقيادية. نعم، لو نتكلم عن النتائج، الفائز بالمركز الأول كان مين؟ نعم، هي كانت استمرت على مدار 3 أيام عفوا، شارك فيها 4 مراكز شبابية، مركز شباب برزان بكونه هو الفريق المنظم، مركز شباب سميس موضعين، ومركز جميلية، ومركز شباب الدوحة. هذه الـ4 مراكز كانت في شكل دوري، ثم تم تقسيم النقاط حسب النتائج التي حققها كل فريق. يعني الدوري ليس قائم على كرة القدم، يعني الذي يسمع دوري قدم يذهب إلى أنه هو دوري قدم فقط، لا، هي البطولة تقريبا في شكلها العام
هي فكرة مستوحاة أنه دمج العديد من الأنشطة ودمج العديد من البرامج داخل الدوري. مثلاً نعطوا على سبيل المثال أن الدوري المباراة تدور على 3 أشواط عكس شوطين. نعم. كل شوط يكون 4 دقائق. ما بين الشوط الأول والثاني هناك مسابقات ترفيهية تنافسية بين الفريقين المشاركين. بعد الشوط الثاني هناك مسابقة إنشاد أو رفع الأذان، يكون هناك كذلك تقييم. إثر الشوط الثالث هناك أسئلة دينية حول السيرة النبوية. في ضمن هذه بالإضافة إلى العدد المسند بكرة القدم هناك شيء جديد وهو غرس الروح القيادية في الفريق، أنه لا وجود إلى حكام من هيئة التنظيم، الحكام هم نفسهم من الفريق المنافس الثاني، لأنه يعني نحن عندنا 4 فرق وهنا هناك تقييم على الأداء التحكيم وعلى أداء التنظيم. في ضمن هذه الـ5 منافسات يتم إسناد الأعداد وتسمى لسرد النقاط، وقد فاز بها مركز شباب جميلية. أنتم المركز الثالث كنتم؟ نحن المركز الثالث مفتر. نعم هارد لك يعني نتمنى لكم إن شاء الله. هذا دليل على نزاهة البطولة. طيب أستاذ علي، يعني أنت قلت 4 مراكز مشاركة، وهناك أيضا بين كل شوط وشوط منافسات متنوعة. نعم. شنو حسيت في هذه المنافسات؟ حسيت أن في إقبال وفي يعني حابين الشباب أنهم يشاركون في نوعية هذه المنافسات؟ نعم والله، هو قبل البداية عندما يكون هناك تظاهرة أو مبادرة أو برنامج جديد، نعم، يكون هناك هاجس النجاح أو عدمه. نعم. فعندما تكون هناك تضافر الجهود سواء من الفريق العامل معك في مركز شباب برزان، وكذلك اتباع توجيهات سعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الثاني رئيس المركز، هنا تضع الأسس الصحيحة لإنجاح هذا البرنامج. وبالفعل وجدنا إقبال وتجاوب كبير، خاصة لأنها لم تقتصر على كرة القدم. نعم. لا، اقتصرت على جميع الميادين التي ممكن أن يستفيد منها أولا الشباب، وكذلك هي فرصة لتنافس نزيه وفكرة جديدة نسعى إن شاء الله في القادم أن نطورها إن شاء الله. نعم من الجميل، أنت في بداية حديثك أستاذ علي كنت تركز على العناصر اللي أنتم تسعون إلى تحقيقها، واللي هي تعلم المهارة والترفيه بالإضافة إلى القيادة والقيام. وشهدنا وشفنا هذا الشيء من خلال أكيد هذه البطولة. بعد العيد شنو هو الجديد؟ والله شوف، احنا بعد العيد عنا، لأنه نحن نسير كما ذكرت حول خطة استراتيجية للمركز. نعم. هذه الخطة الاستراتيجية للمركز تكون بموافقة وبدعم من وزارة الرياضة والشباب. نعم. يعني هناك العديد من المحاور سواء في الخطة الاستراتيجية للوزارة أو في محاور سياسة قطر الوطنية، مثل الاعتناء بالبيئة، مثل الصحة والشباب، مثل الرعاية بالمواهب. فهناك عندنا العديد من البرامج تكون مسترسلة في انتظار يمكن الحدث الأكبر سواء بالنسبة لمركز شباب برزين أو باقي المراكز، هو النشاط الصيفي وملأ هذا الوقت الفراغ الكبير خاصة في العطلة الصيفية. فبدأت العدة منذ الآن، نعلم أن بعد رمضان هناك الامتحانات بالنسبة للشباب، وأحسن محيط يمكن أن يحتويها الشباب هي المراكز الشبابية خاصة في الأنشطة الصيفية. نعم. أيضا هناك يعني من خلال كلامك أنا سمعت شباب واعي مسؤول. نعم. شو ممكن تساهم هذه البطولة للشباب أن هي تدعم وتستثمر في ميولهم كشباب بصورة فعالة وإيجابية؟ نعم، احنا رأينا خاصة عندما ذكرت موضوع التحكيم، هو التحكيم هذا عنصر ينمي الجانب القيادي في الطالب. أوكي. يعني هذه من ضمن النقاط التي تسند إلى الفريق الفائز. نعم. هو نقاط القيادة، نقاط التحكيم، نقاط فرض النظام العام بالنسبة للبطولة. نعم. يعني احنا في هذه البطولة كنا جهة مراقبة فقط، من يمارس التحكيم ويقوم بعملية التنظيم خلال البطولة هو الشباب، وعليه يتم إسناد عدد. يعني عندما يعلم الشاب أو الفريق بأن هناك نقاط تسند على التنظيم وعلى نظافة المكان وعلى التحكيم، فهنا ننمي فيه حاسة المسؤولية وأن يكون حريص حتى يتمكن من أخذ النقاط الكافية
والتفوق في الدوري. نعم. استاذ علي محمد العياشي مدير عام مركز شباب برزان، شكرا لك، شكرا لوقتك، شكرا للجهود اللي انتم تقدمونها بشكل دائم بشكل مستمر. ان شاء الله النسخه القادمه نستضيفكم فايزين في المركز الاول ان شاء الله. ان شاء الله في قطر ان شاء الله باذن الله. الله يوفقكم. الله يوفقكم. نعم اعزائي المشاهدين، ما زلنا معكم، نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. لا يخفى على كل شعوب العالم قداسة وعظمة شهر رمضان للمسلمين، فبثبوت الهلال يدخل رمضان بيوت المسلمين بالخير والبركة، وتغطي نسماته أرجاء الأمة المسلمة بطقوسه الدينية الجميلة لتزدهر فيه العبادة، ففيه يمتنع المسلمون عن الطعام والشراب طيلة النهار، وعند الغروب يدوي مدفع رمضان في أرجاء الوطن مصاحباً للأذان ومعلناً أوان موعد الإفطار، فتدخل البهجة قلوب الأطفال وتبتل عروق الصائمين وتدشن الموائد لوجه الله. ولدى مدفع رمضان مكانة خاصة لدى القطريين وتاريخ تمتد جذوره إلى الأسلاف، ففي الماضي كانت الأمهات ترسلن أطفالهن للصعود إلى أسطح المنازل من أجل سماع الواردة كما يحلو لهم تسميتها. تتمركز مدافع رمضان اليوم في أنحاء متفرقة من البلاد مثل سوق واقف ولوسيل وكتارا وميناء الدوحة والوكرة، ويقف عليها جنود مدربون على إحياء هذا التراث الذي يلتف من حوله جموع الناس بالإضافة إلى السياح. وقد أضحى المدفع معلماً بارزاً من معالم رمضان ومصدراً للبهجة والسرور طيلة الشهر الفضيل، وإرثاً خالداً يورث لأجيال متتالية، فتحيا معه الشعائر الرمضانية ويعم السلام وفعل الخير وتعمر فيه المساجد. أعزائي المشاهدين، وصلنا معكم لنهاية حلقة اليوم. نتمنى إن شاء الله نحن أعطيناكم الفائدة في هذه الحلقة، ونشوفكم بإذن الله غدا. وقبل ما نقول نحن نشوفكم غدا إن شاء الله، نتمنى لكم صياما مقبولا بإذن الله، صلاتكم وقيامكم ودعواتكم، ولا تنسونا إن شاء الله، والله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله، والله يبلغنا جميعا ليلة القدر ودعواتها بإذن الله. فليلة القدر يتغير القدر، فكونوا حريصين بإذن الله أن أنتم إن شاء الله تدعون وتكثرون من الدعاء والاستغفار والصلاة بإذن الله. إذا نقدر نقول وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. مع السلامة.